في الفيرما فينا يا الصور، الصور اللي وريتني دابا الصور ديالها. دابا هذه ولات فيرما، هذه كانت فيرما، كانت فيرما دابا ولات، دابا ولات بحال الدوار، دابا الدوار ولات معزل الحجر غيبوه دابا. دابا هو اللي بغيت نعرف شكون عطاهم الحق انهم يبنيوه. مثلا هذه فيرما ملك ديال واحد الناس، كيفاش ولات برارك؟ السلطة المحلية هادشي اللي كاين، لان هي ملك ارض ديال الناس وخايفه النزاعات ياك. شكون اللي خلاهم انهم يبنيو؟ واحد كل واحد غادي يجي من بلاصه باش غادي يبني فيها تما، لان هادشي راه ولا كثير 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 تبارك الله. وغادي وكيزيد العدد. انا ما بين درت الشكايات هما دابا كنا كتزاد براكه جوج، عندنا شحال كتسبع 6 8 7 مليون. وشكون يعرف؟ ها واحد كاع داير داك الشيء البلاستيك اللي محظور كاع. بلاستيك كجا بلاستيك؟ اه بلاستيك. حاسب ما فيه. انا درت شكايه سيد عامل، هي شكايه سيد عامل، شكايه سيد عامل في 25 مارس 25 مارس 2021. اها ها هي تنامي على ملك العين وإقامة الدور الصافية. وتركي عقب القانون، راه هاد السلطة المحلية بعدا خاصة مساءلة. شكون اللي خلى، كيفاش خليتوا هاد الناس أنهم في ملك الغير أنكم ديروا كارير؟ المهم تفضل أستاذي، غادي نبداو دابا. تفضل عفاك، برك عفاك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. حنا كنتواجدوا بإحدى الحدائق بالقرب من المحكمة الزجرية بعين السبع. موضوع ديال هذا المباشر يعني موضوع شيق ومؤثر في نفس الوقت، ديال حالة تسمم ديال الأب ديال هذا السيد من طرف الزوجة الثانية ديالو ومن طرف الخليل ديالها، صاحبة التعربية التعربيت اللي كان خماس عند الأب ديالو في الضيعة في هذيك الفيرما. غادي نديرها واحد الدقيقة عفاك ما كاملاش. هاد القصة قلنا بأنها عندها 22 سنة ومازال سبب الوفاة مازال كتبحثوا فيه، لأن كاين واحد الشهادة عطاتها لكم، عطاها لكم البوليكلينيك، كيقول بأنه وفاة عادية. من بعد كيقولوا لكم بأنه ناتجة عن تسمم بوفاة الأب ديالك. هي تزوجت بهذاك الخماس ياك، كنقولوا الخماس على العربية كنقولوا خماس، كان خراز. المهم حنا كندويو بالدارجة اللي كيتكلموا بها الناس. بلاتي عفاك لان الصوت باقي ما وصلش، انا كنتكلم غير انا باش نعطي غير واحد الفكره للمشاهدين باش يفهموا اللي كاين. قلنا بان الاب ديالك توفى وانتم بقيتوا شاكين في سبب الوفاه. اول حاجه ولا عندك اخ يعني من هاد السيده بين قوسين، لانك انت كتقول انه ما كيشبهش الاب ديالك، وكيف يعقل الاب ديالك توفى وهي على 9 اشهر عاد ولدات وما كاينش الايام ديال العده ياك. المهم بلا تعفك، بلا تعب، بلا صحه، ولا ما تديرش بلا تعفك. عطيك الكلمه انت اللي غادي تتكلم باش نبدا من الاول وقرب الناس من بعد. السلام عليكم، معكم مصطفى نصيح مهندس دوله. انا قمت بهذا الفيديو هذا ردا على واحد الفيديو اللي وضعوا الشقي الاخ ديالي محسن نصيح، كان داروا على قناه شوف تي في، وهذا حق الرد راه مشروع من عندكم من ناحيه الصحافه وفي القانون ديال الصحافه. هذا السيد هذا راه في الفيديو اللي دار رجعني بحال انا كنتصرف، انا كندير، انا كنحكم الناس اللي في المحكمه، غا كنقول لهم انا كيحكموا بحال انا كنرشي الناس، انا كنرشي الخبير. انت هو مول المحكمه. بحال انا مول المحكمه وانا اللي كنرشي الخبير وانا كندير كل شيء، وهذا الشيء كل شيء على اساس من الصحه. لحقاش هذا الاخ هذا هو عاش ماشي يتيم، عاش في الحضانه ديال امه والزوج ديال امه، وعاش في فيرما. الفيرما راه تبارك الله راه مليار هذيك ديال الفلوس، وفيها المرافق وكانت كامله، وكاين عندنا احصاء متروك. راه الفيرما كان فيها غير هري، الهري كان مجهز ب 25 مليون وفي احصاء متروك. وعاد باش المعدات البناء، المعدات هذا كان الابقار، كان مسعود الابقار، كان تقريبا 40 كبش. كان فيرما كان الوالد ديالي هو اللي كان تما. في عين حلوده، طريق الرباط. عين حلوده. في طريق شلالات كاسكاد. على اليمين ديالك دوار معزل الحجر، راه كان دوار معزل الحجر راه هدموه. ذاك الدوار دابا راه تم اعاده ادماج ديال ذاك الدوار. الناس استفدوا ببقاع
حدا المشروع تما كاين راه عطاهم بناو المشاريع، وحنا كاين واحد الجزء من هذوك الناس ها هما دخلاتهم هذه السيده هذه اللي كانت مرت الاب ديالي، دخلاتهم هي والزوج ديالها وبالمساعده ديال دوك الاصدقاء ديالو راه معروفين هشام السبع واخرين. راه معروفين تما، راه هما دخلوهم دابا راه الناس تما كاين عندنا فيرما ولاو عندنا البرارك. هادشي غير قانوني كيعاقب عليه القانون. كيعاقب عليه القانون. السلطه المحليه. راه اتجه هنا بشكايه، وضعنا شكايه السيد عامل على عملات محمديه، عامل صاحب الجلاله على عملات محمديه، لحد الساعه ما عندناش شي رد. ما يمكنش اي واحد عنده ارض مشروع صاحب الجلاله كيقول بانه ما بقيناش باغي البرارك، ما بقيناش باغي دور الصفيح، فكيفاش هاد الناس كيخليو البرارك يعاودوا ينبتوا؟ هاد الناس هادو كيحطموا في المشروع ديال صاحب الجلاله، هاد الناس ما باغيش يمشوا في اتجاه ديال الاصلاح، هاد الناس هادو مخربين. خاصهم في ما كانش المشكل يديروا فيه مشاكل الناس. حنا دابا المشكل ديالي انا ماشي هو هاد المشكل اللي بغيت تشم غير لحد الوالد ديالي في ديك الفيرما. الوالد ديالك كيفاش شرح لنا الوالد ديالك شنو وقع ليه؟ الوالد ديالي الله يرحمه كان انسان عادي، راه من ايمينتانو، السيد ما كان لا كيسكر لا كي هذا، كان عايش حياه عاديه، كان بصحه جيده، حتى لواحد الوقت تدهورت الصحه ديالو وداوه للبوليكلينيك وتما توفى. بوليكلينيك السيد تما 5 ايام هو في بوليكلينيك. حنا لحد الساعه بوليكلينيك سان اساس درب غلف، لحد الساعه حنا ما عندناش لا ما لقيناش الملف الطبي، واخا عن طريق المحكمه واخا عن طريق القضاء ما خديناش هذا، درنا الخبره الطبيه، الخبير ما ايام يعطيوه المهل بالنسبه لهذا باش يعطيوه الملف الطبي، ما كاينش ملف طبي، درنا الشكايه ها هو لحد الساعه ما كاينش. اي واحد خاص يكون عنده ملف طبي، يعني دخلت لواحد لوبيتال او كلينيك خاص يكون عنده واحد الملف ديالك تما شنو دخلتي علاش. دابا الخطير في الامر بان الوالد ديالي دابا من بعد ما تبعناش الوالد ديالي الله يرحمه، داروا له عمليه بدون الموافقه ديالنا، بدون ما يشعرونا، بدون دات له عمليه مع 3 الليل، والسيد توفى عندهم في البلوك اوبيراتوار، توفى في قاعه العمليات وما خبروناش، هادشي ما كاينش معلومات عليه، اش دار؟ الحاجة اللي عندنا معلومة هو العم ديالي اللي كان حضر مع الصباح بكري عيطوا له جا، قالوا له الطبيب قالوا له دير السيد هذا راه مات موت ماشي غير طبيعية، واش بغيتوا ديروا له التشريح؟ قالوا تسنى غيجي واحد الأخ ديالي كبير وتجي مراته تجي، ومن تما كاينة تغيرت الأمور، حنا لحد الساعة ما عرفناش اش وقع. المهم دابا الخبرة شنو كتقول؟ مات كيفاش؟ الخبير كيقول لك بأن السيد مات عنده مصارن وكحلين، ولحقاش كانت عنده جلطة في المصارن ديالو، هو التسمم، وذاك التسمم ما بقاش كيدوز الدم، ما بقى في العروق هذا، فهمت؟ وتما كاينه راه السيد تحلات الجثة ديالو، تحلوا الأمعاء ديالو، التسمم توفى. أنت كيفاش كتقول التسمم؟ منين غادي يجي التسمم هذا؟ التسمم عندي دابا عندنا حنا عندنا الأخ ديال الولد هاد السيدة، الولد نصيح عبد الناصر، الأخ ديال محسن نصيح الكبر منه سنا، اللي كان في ذاك الوقت عنده 10 سنين فاش توفى الوالد، كان هو راه دار شكايه كيدارها للسيد وكيل الملك بامو وراجل امو، لحقاش شردوه، وها هو الشكايه ديالو. الشكايه ديالو بان هادو كاملين دابا وثائق، هادو كاملين وثائق الملف، ولكن المهم هو واحد غنظره على هاد الشكايه ديال هاد 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 هاد, هاد الابن هذا نصيح عبد الناصر. ها هي الشكايه اللي دار بمو وبراجل مو وبواحد المساعد ديال راجل مو اللي شردوه من الفيرما، وكيحكي المعاناه ديالو اللي جراو عليه في 2008. هذه السيده كان عنده شي علاقه بها؟ هذه السيده اللي حنا ما عرفناش كاع التاريخ ديالها مع الاب ديالنا. الحاجه اللي عرفناها بان التاريخ اسود، دابا بعد ما لقينا الشكايات اللي كانت دايره به هي امام المحكمه المحمديه بالوالد ديالي الله يرحمه، لحقاش طردها وهي حامل بهذا الولد الصغير، عندها 3 اولاد وبدون شفقه بدون رحمه طردها، جرى عليها شردها، ادى ليها فلوسها، ادى ليها ذهبها، وهذا الشيء لا حول، هذا الباطل. وحنا طيحت عندنا بزاف، انا شخصيا طاح علي بزاف الباطل. انا في 2000 جيت في زياره ديال الفاتح محرم باش نزور، ديك الساعه كانوا خوتي، جيت من مكناس باش نزورهم انا والوالده ديالي والاخت ديالي الصغيره، تعرضنا لواحد الضرب، وانا شخصيا خديت دقه بعصا على الرقبه ديالي اللي بقيت طالح الفراش 45 يوم
في الفراش وضعت فيها الشغل ديالي العمل ديالي، وهي اتهمتني هي وراجلها بان انا ضربتها بموس. مهندس دولة كيضرب واحد المراه مسكينه بموس، ولحد الساعه كتقول لك الضرب كان خطير. انا بغيت امام الملا تورينا هذا الضرب ديال الموس ديالي اللي ملي كانت في واحد الخطوره وخذات فيها. قبل من بعد باش نرجعوا للموضوع، كيفاش كتبان لك دابا السيناريو ديال هذا الشيء؟ يعني بخلاصه كتقول بان الاب ديالك تقتل متسمم، لحقاش ولدها كيشاد بان كانت عندها علاقه بهذا السيد بهذا الخراز ولدها، وهي مزوجه بالاب ديالك. ومزوجه بالاب ديالي، كانت هذا الدري الصغير عبد الناصر كانت كيقرا في الروض، وكتدي هي الروض ديال حدا السوق ديال عين حلوده، وهذاك هي كانت دايره له محل ديال تقراز تما السوق، وكتبقى مع هذاك في المحل ديالو حتى العشيه عاد كتهز الدري وتمشي للدار. هذا الدري الصغير، هذا الدري نصيح، ملي وصل 18 عام راه جراو عليه محنوه، راه كانوا كيديروا له الكي على الضبور ديالو باش يطيع راجل مو ما بغاش. دابا المهم انا كيف قلت لك في 2000 تم الاتهام ديالي بان انا ضربت الجاوي بموس، وهذا كيشاد بان كان هو عامل كيدخل في البقر الداخل، ومن اللي خرج قالوا للناس راه هذاك راه مصطفى ضرب موس، وهو براسو كيجي امام الدرك كيجي في 2015 كيقول بان هذا الشيء كاين، لحقاش انا درت شكايه ديال القتل بالتسمم امام السيد الوكيل العام. المتهم شكون؟ المتهم هو الزوجه ديال الوالد ديالي وراجلها حاليا، لحقاش كيف قلت لك هو تزوج بها من بعد ما مات، ولكن ما كاينش العده. العده السيده كتقول لنا حامل في الاراثه ديالها، وتزوجت بواحد السيد ما كاينش المده العده ديالها، لحقاش خصها توضع ولات على ملا تقول لك بان طاح ليها الحب. المهم ما كاينش العده وتزوجوا، وهو اصلا كان مزوج وجايب شهاده بانه مطلق. كاين تحايل وباقي مزوج وشهاده الزور باش يوصل، وهذا الشيء هذا ماشي هو المهم. المهم اش وقع؟ هو مباشره من بعد ما مات قسموا الغنيمه بيناتهم. السيد ما فيك تنتوما؟ نعم فيك تنتوما؟ حنا كنا اخوان كلشي على برا. انا ديك الساعه راه قلت لك كنت مع مولاي مسعود، ولكن جيت من بعد راه خرجت من الخدمه ديالي بقيت هنا انا في الدار البيضاء متابع المحاكم. العائله ديالكم كامله في اوروبا؟ اوروبا، الاخوان والوالده كلشي في اوروبا، وانا كنت هنايا بقيت متابع المحاكم. لحقاش لقيت بان فوتوا محلات، داروا عقود كيراء، باعوا محلات لي فوند كوميرس بدون حضور ديال الورثة كاملين. هي دارت خدات الرخصة ديال المقهى، زاد هو ياخد الرخصة ديال تيليبوتيك، زاد هو ديال المحل ديال قاعة الألعاب الإلكترونية. كان خراز هذا؟ كان خراز. عايش في رزق باك؟ عايش في التالكة المرحوم، داو كلشي، داو الغلة كاملة، المتروك كامل. راه غا الهري كان فيه 25 مليون، كانت عنده مداخيل، كان خدام الهري، وخليناه في ذاك الوقت خدام عليهم باش يعطي للدراري النفقه ديالهم. وداك الشيء حنا كنا اتفقنا في المود ديال الوالد، وكنا مشى لشغلو. غير كان تفاجئنا من بعد بان الامور تغيرات، بان استولوا على التالكه كلها وداروا مشاريع ديالهم، ومن بعد راه داروا قاعه الافراح. وهذا السيد هذا اللي كيقول بان الضو ما الضو، راه عندي انا الوالد ديالي كان كيخلص 2000 درهم في الشهر ديال الضو، حتى 7000 درهم عندنا في الوراق. هو كيقول لك لا كيخلصوا غير 200 درهم، الضو كان مسروق، الفيرماسيين هما كيسرقوا الضو، والمنطقة راه معروفة ديال الشلات بالسرقة ديال الضو، ماشي. وأنا عندي معاينة، أنا درت معاينة لقيت الناس دايرين واحد الكيوسك على برا وخايدين الضو من البواطا كولون ديال الفيرما عندنا ومضوين في الشارع. عندي معاينة وموجودة. هاد الحوايج هادو هما اللي خلاونا كنشوفوا دابا الأمر، هو الناس كتهضر، وصلتنا هضره بان فلان كان مع فلانه، فهمتي، راه عايش بخير، ضرب يدو، دار، فعل، ترك، وهادشي هذا كيضرنا حنا في خاطر ديالنا. من غير هذا انا مؤخرا ماشي بزاف، هذه واحد 3 شهور انا كان فيقني في الليل فقط الوالد ديالي في السرير جالس هكذا وما باغيش يشوف فيا، بحال ما راضيش عليا، وفي الدم ديالو كحل. وتصور هذه اللحظه تفيق عليها انت في الفراش وغضبان ما باغيش يشوف فيك، بحال واش انا مقصر في الموت ديالو هذا، ولكن راه جهدي هو هذا. انا تابع المحاكم، كنحترم. شحال من عام في المحاكم؟ 22 سنه وانا في المحاكم.
وهاد الدري هذا كيجي كيقول لك بان انا كندير كنفعال كان هذا هو كيشبه لك شويه ولا ما كيشبهش؟ ما كيشبهش، كيشبه الراجل مو كيشبه الخراز، وهو كيقول محروم. سمعتكم شكوك بانه ماشي الاخ ديالكم شكوك. ما عمرني ما حسيت بان الاخ ديالي، خاصه تلاقيته مره وحده هضرت انا وياه في التليفون مره وحده، راه ما خلانيش منعني، ما خلانيش ندخل في الرمه، راه دار امتناع ما خلاش حكم يتنفذ. ما عندوش الحق، ما عندوش الحق الورثه كاملين. ما اش نقول لك، كيديروا اللي بغاو الناس. ما كاين القضاء، القضاء مساطير طويله بزاف، والمشكل بان كاين دابا كاين الاحتمال، حنا ما بقينا عارفين لا المدني من الجنحي، وواحد كتمشي مع المدني وكيتعامل عليك الجنحي، المهم الاحتيال نصب الاحتيال ما كيساليش. ملي كتمشي للجنحي ها هو السيد وكيل الملك كيدير العمل ديالو، لحقاش الدار كينقصوا، ممكن امر حتى ديال مهم. فيلم طويل وقصة قديمين عدى 22 سنة. السبب ديال الوفاة كيقولوا بأنه تسمم ماشي موت عادية. يعني واحد كان خراز وكان خماس في الفيرما ديال الأب ديالو، ولا عايش في رزق الأب ديالو، دار محلات، دار قاعة الحفلات، الناس عاشوا برزق ديالهم. كيقول بأنك الأخ ديالو ما كيحسش به بأنه أخ ديالو، لأنه ما كاينش الشبه بيناتهم. المحكمة احنا عارفين المحاكم ديالنا والمسطرة في المغرب طويلة وطويلة وطويلة. إلا سولتو دابا باش نقول لي شحال خسرتي ديال الفلوس في طريق المحكمة، غادي نسمع الملايين ماشي حتى الآلاف، لأن هذا الشيء عندنا في المغرب القضاء المسطرة ديالو طويلة بزاف. هادشي اللي كيخلي بعض الناس انهم يفكروا انهم ينسحبوا من القضيه ديالهم، ولا غيولي بيع رزق ديالو ديال والديه للاسف. اجماع دابا محات البرد كاين الريح، اجماع داك الوريقات كاملين وي نجاوبك اخويا. لا اله الا الله. خصك دابا ديال الفلوس انت في هذه المحكمه. في المحكمة من مات الوالد ديالي الله يرحمه 103 مليون كمهندس دولة، وخذيتها صرفتها من الرزق ديالي من فلوسي. هومايا معايا في المحاكم كيرقموا لي من لحيتي الفلوس اللي حنا التركة ديالنا خدامين بها، وداروا قاعة الأفراح قلت لك، كراوا لوزينة التريكو. ما عندكم حتى شي حق تاخذوا الورث ديالكم؟ ما عندنا حتى حق في داكشي. لحقاش ملي كنمشيو راه مشينا مرة وحدة راه تعدات علينا راه بالعصا. انتما دايرين عدد موت الورثه؟ دايرين التركه، دايرين كل شيء، راه عندنا حكم نهائي. السيده محكوم عليها باش تأدي لنا الواجبات ديال الاستغلال، ما بغاتش، رفضات، امتنعات هي ولدها. ما كاينش القانون اللي كيطبق ولا كيفرض؟ ما كاين، وحنا درنا المساطر، ما عندكش امتناع، ما خصك تستنى تشوف تلقى شي حاجه باش تنفذها، لا ما كاينش، اش غتصور والو؟ وشكون اللي غيعطيك فلوس؟ هي اللي خصها تعطيهم، الحكم عليها هي. راه الماكله ما تخلصش، خاصهم تحل الماكله. وراه هي دابا هي فوتات الفلوس ديالنا كل شيء، استغلال ديال التركه كل شيء، دارت مشاريع وحدين اخرين دابا خدامه بهم، النصب والاحتيال باين واضح. السيارات الكراء اجره، عندها الديور بنات الناس. سميتها دابا ما دايرش سميتها، هذا هو المشكل. راه كل شيء قلت لك دابا ضاع، دوك اللي كانوا تما العشيره ديال صاحب راجلها صاحب، المهم ضاع عندك واحد المافيا، راه كلشي دابا دايره معاهم مشاريع، دايره هذاك وكلشي دابا. انت راه ما واحد الحاجه مكتوبه في واحد سميت واحد السيد اخر ما عندكش الحق فيها. لقيت شي حاجه في الملك ديال الدار؟ هي ما لقيت حتى شي حاجه في الملك ديالها، ما لقيناش، مفوته كلشي. قبيله ديالها راه هو دابا الخراز ولا عنده فيلمات، قال لك في فولاد في المذاكره، المهم داكشي ما رزقكم هو، راه باين بالرزقنا. لحقاش هو خراز ملي غيجيب فلوس؟ جابوا مرة ملي دخل، ملي قتل، ملي صفوها الوالد الله يرحمه، راه دخلوا الفيرما، راه عاشوا مع راسهم، هما مالين الفيرما، هما مالين المشروع، هما مالين الفلوس، هما مالين المال، وهو اصلا قتلوه صفوها له باش يدخلوا المشروع ديالو. هذا هو الامر، هذا هو الهدف اللي كان، هذا هو الهدف اللي كان، وهذا موبيل راه واضح، موبيل دو كريم باين واضح. وحنا دابا راه دايرين شكايه للسيد رئيس النيابه العامه، كنتمنوا ان شاء الله ينصفنا. حنا ما طلبين والو، ما طلبنا غتشلح على الجثه،
دابا ها هو كاين الشهادات ديال العم اللي كيقول لك بان هو حضر كتعطيه واحد الماكله مسمن بالشحمه، هو عنده السكر كيف كتقول هي عنده السكر، وتعطيه المسمن بالشحمه كحل وقهوه كحله مع العشيه وياكلها ويبدا يرد ويطيح. هذه راه الشهاده الله دنا بها العم ديالي في 2015 للدرك الملكي. ما كانش السؤال دابا ملي كان الدفن في هذاك زمان مو طبيعيه، راه حتى قلت لك حتى ظهر ذاك الوالد ولدها نصيح عبد الناصر هو اللي حكى بان راه كانت عندها علاقه كانت وراه كانت هي كان هو كيجيب السموم كيجيب واحد القراعي من عند احمد بن يشوق، هو واحد الخدامه عندها ناديه ايتبوه فوزية ايتبوه، هادو بجوج كانوا كيجيبوا قراعي ديال السم، هادو ملي الدرك الملكي كانوا كتسخروا ليها هي كتصيفطهم سيروا جيبوا، ملي كيتقاد لها هذيك الكميه كتجيب هي الوالد صفاتها له، هي ملي طردها من 96 على قبل الحمل ديالها، هادشي اللي وصلنا انا في الهضره من عند العمه ديالي، ملي طردها ما حامله طردها من الفيرمه هي ولادها لحقاش حامله، هو ماشي ما عندوش علاقه بها يمكن ولا العلم لله، حنا دابا هادشي كلشي ما كان العلم لله غير هذا القول ملي كيقول لك هذاك طردها، ملي رجعات المحال رجعات بالمحكمه بحكم قضائي ومن تما كاينه انتقمت منه، بقات كتعطيه السم تدريجي، وحنا راك عارفين هادشي ديال السكر راه معروف في المغرب، راه كاين حاجه كتبان بحاجه ما كتبانش، حنا دابا الامر ديالو ملي انا قلت لك دابا كنشوف الوالد ديالي جالس على الناموسيه في الدم ديالو كحل، وكيشوف فيها المهم بحال نوض تحرك مصطفى ولا نوض دير شي حاجه ما راضيش عليك، انا هي فاش نوضت مش درت الشكايه دابا راني واقف عليها هاد الايامات عاوتاني باش نحرك ونشوف، بغينا حنا غير تشريح الجثه نشوف واش كاين تسمم ولا لا، لحقاش الورقه ديال البوليكلينيك هي خرجات فيها توكسي انفيكسيون تسمم، العم ديالي قال لهم الطبيب ماشي مو طبيعيه، الشبهات اللي ضرب ميف بان الناس بان السيده هي والصاحبه العاشق ديالها اللي كيقولها ولدها اللي كيقول هي والعاشق ديالها كيف تزوجوا بالزربه واحد الفتره وزيجه، وكيف تزوجوا في شهر 11 شهر واحد وهذاك عندهم مشاريع عندهم باعوا محلات خذوا رخص، اذا هادشي كان بحال كان مصوب برنامج تصوبوا ونفذوا في البلاصه في هذاك، اذا ما ودي عده مشاريع داروا ممول قاعه الافراح داروا من بعد سميتو كراو الوزينات ديال التريكو المثلجات والد حتى هما كانوا كيكلوا لهم يجيو يديروا الضو باش يبردوا الكاميوات باش ينتقلوا للصحراء للجنوب، المهم هادشي كلشي خدام خدموا الناس دوروا فلوس مزيان، جا الخبير عاين المحل دار خبره، المحكمه اللي امرات انا ما كان امر حتى شي واحد باش يدير شي حاجه، المحكمه امرات بخبره في اطار مسطره مدنيه حكم ديال انهاء حاله الشياع وبيع العقار بالمزاد العلني، هذه قسمه رحنا فيها من 2000 وحنا في هذا الحكم هذا، وملي جا الخبير عاين دابا الخبير تقريبا راه في الشيكات كيشكيو به بان زور عليهم انا ما فهمناش هذا والو، حنا عندنا الصور عندنا المشاريع عندنا حتى فين مشاو المشاريع داك الشيء اللي كان عندنا عندنا فين مشاو درنا معاينه تجوال مشاو الدارك راه عاينوا، ولكن دابا شكون اللي غيحكم شكون؟ هادشي واش نقول لك اخويا لحقاش الشكايات ديالنا بحال بقاو مقطعين تروفه، دابا هالطرف كيضفي وهالطرف يضفي وهالطرف ما كنسولش، انا بغيت ربما كنطلب من صاحب الجلاله الله ينصرو ويطيبنا في عمر ويزيدنا في عمرو، ومن رئيس النيابه العامه الاستاذ حسن الذكي الله مولاي الحسن الذكي الله يطولنا في عمرك، الا بغيت توقف لي على العمر انا هاد الملف هذا ما بقاش هذا ملف ديال هذا خصو فرقه الوطنيه. بغينا الرقم ديالك نحطوه بعدا هنا، رقم التليفون ديالك 06 61 37 26 89 87 اتصال او شكرا والله يسر الامور هادشي اللي غادي نقول يا رب امين، انا المهم هذا الفيديو درته على قبل ردا على الفيديو اللي شفت ديال نصيح محسن بان انا كنزور كناكل المخاخ كناكل الخور، انا بغيت نقول له راه 22 عام وانا في المحكمه ولدي شحال خسر في هذا الفلوس؟ 102 مليون راه محامي بوحدو ابو بكر المتحدي في محمديه دار لي 67 مليون عنده مذكره في واحد الملف تجاري دار لي فلوس على قبل هذا الفيرمو على قبل واحد الارض سبيت 67 مليون اللي داليا، الفيلم بوحدها تقريبا راه دافع واحد 20 25 مليون ديال الاتعاب ديالو.
الله يجزيك شكرا. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، غادي نكونوا وصلنا لنهاية المباشر. قصة فيها لغز ديال الوفاة، وفاة غير عادية، وفاة ديال شخص متسمم. كاين شهادة ديال الأطباء في هذاك البوليكلينيك ديال درب غلف، فهذا يكفي يعني باش أنك دير واحد التشريح وتشوف الناس اللي كانوا عايشين معاه وكيفاش الأمور. المشكل حتى الرزق ديالكم، قلتم أنكم ما حاطينش يديكم عليه، كيتصرفوا فيه ناس للأسف. هادشي راه كاين، هادشي راه كاين قصاص وقصاص. والمشكل اللي قلت في الأول هو اللي لقيت، قلت بأن إلا بغيتي تدخل المحكمة المغربية خاصك تبيع اللي قدامك واللي من وراك. أنت دابا في المحكمة خاسر في 100 وشحال؟ 100 وجوج ولا 3 مليون اللي خاسر في المحكمة. تبارك الله. إذا أي في طريق المحكمة راه داخلة فيها المحامي، داخلة فيها الترونسبور، داخلة فيها الفوتوكوبي وكل شيء. الخبرة. اذا هذا مكان مشاهدي قناه شوف تيفي، غنوصلوا نهايه المباشر. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك.